السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم اليوم بعون الله سبحانه وتعالى عن الفصل السابع. بالبداية نبدأ الفصل عن تعريف النيزلز، طبعا تعريف مهم جدا. The nasals consonants, consonants that are that the air escapes through the nose while the soft palate is lowered to prevent air to go through the oral cavity. طبعا هذا هو تعريف الأورال النيزل consonants اللي هي أصوات النيزل. مهم جدا نحفظه. نفس التعريف ممكن يقول لك عرف، ممكن صح وخطأ، اختيار، فراغ وإلى آخره. أكو هنا بعض الخصائص اللي أنا جمعتها عن أصوات النيزل. إذا جانا سؤال what are the characteristics أو what are the features of the nasal consonants، أو من يقول لك write three characteristics، اكتب ثلاثة أو أربعة. المهم أولا all nasal consonants are voiced، هاي ملاحظة واحد. ثانيا nasals are continuant. شنو يعني nasals are continuant؟ يعني أصوات هي لها القدرة على الاستمرارية بالنطق. أو شنو يعني لها نطق الاستمرارية بالنطق؟ معناها هي مجموعة من الأصوات نقدر نستمر بنطقهم طالما يوجد هنالك هواء في الرئتين. يعني من أنا تقول لحد ما أخلص الهواء اللي موجود عندي بالرئتين أقدر أستمر بنطقهم. ثالثا أصوات النيزل هم المانا إنك. ورابعا the soft palate is lower to prevent air to go through the oral cavity. إذا السوفت بالت هو منخفض، الهواء السوفت بالت يكون نازل لورد، ليش؟ حتى يمنع الهواء للمرور من خلال الأورال كافيتي. يعني كان الأورال السوفت بالت تكون مرتفعة حتى الهواء يطلع من خلال الفم، أما الآن فراح يمنع الهواء من خروج من خلال الفم، بل راح يخرج الهواء من خلال النيزل، من خلال النويز، من خلال النويز. طيب عندنا الماء الأصوات مهمة كلش. الماء هو voiced by labial nasal، والإن الإن هو voiced والفيلر ونيزل، وهذا الفويسد والفيلر لينج اللي هو صوت الإن. طيب عندنا صوت الإن يقول is problematic. ليش الإن؟ طبعا أكو ملاحظة عن الإن because it never occurs initially, only immediately and finally. طبعا هذا صوت الانج يجيني بالبداية، يجيك بالأخير، يجيك بالوسط، مو مشكلة، ولكن بالبداية أبد ما عندنا كلمة باللغة الإنجليزية تبدأ بهذا الصوت. طيب هنا عندنا ملاحظة يقول لك the occurrence of ing is rather complex in BBC accents. طبعا اللهجة البي بي سي اللي هي اللهجة المعتمدة لتدريس اللغة الإنجليزية لكل دول العالم دائما نلقاه على شكل NK. يعني من نشوف NK نكتبها بالرسم الصوتي NK أو الN الN أيضا. فأكثر شيء يعني إذا لقيت مثلا reading الـ ING اللي يصير عندك هنا يصير NK فقط، يعني ما راح تكتب N و G NK بس. هنا سؤال يقول لك when do we have ing and ing؟ ملاحظة مهمة، مرات نلقى finger، شوف هاي n و g، ومرات نلقاها بدون، يعني مرات نلقى ال n ومرات ما نلقى، مثلا هاي singer، شوف هاي ing. خلينا نعيد مرة أخرى حتى توضح الصورة أكثر. الآن أنا عندي كلمة finger بها ing و er، وأنا عندي كلمة singer بها ing و er. متى أكتب ال ing وال g ومتى ما أكتب ال n؟ بس ما اكتب الجي، فقط اكتب الانك. اذا لاحظ الان كلمه سينجر، سينجر هيش مكتوبه سينجر، يعني الجي ما مكتوبه بالرسم الصوتي، بينما هنا مكتوبه فينجر. طيب لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك اذا كانت الفينجر الاي ار، الفينجر اللي هي معناها اصبع، اذا كانت الاي ار من اصل الكلمه هي اصليه الاي ار راح احط الجي، اما اذا كانت هي اضافيه مثلا عندي سينج يغني سينجر، يعني احنا ضفناها لاحقه، هاي ضفناها احنا اللي ضفناها مو اصليه بالكلمه. اما فينجر هي كلمه معناها اصبع كامله يعني بدون اضافه، اما سينجر هي سينج يغني ضفنا لها اي ار، من ضفنا الاي ار للسينجر ايش صار معناها؟ هنا صار معناها مغني، يعني الاضافه احنا ضفناها. اذا طالما اضافه احنا ضفناها من عند نهايه مو من اصل، اذا راح اكتب بس الانج بدون ما اكتب الجي. أعيد مرة أخرى، إذا عندي ER أصلية بالكلمة أضيف G، ما عندي ER أصلية ما أضيف.
تعريف المورفولوجي، تعريف المورفيم، هاي تعريف مهمه. is the study of construction of the word or the structure of the word. it is the smallest unit. هاي تعريف المورفيم. it is the smallest unit of language. it has meaning. طيب هسه راح نجي على صوت ال L. اولا مميزات صوت ال L. it is voiced alveolar lateral approximate. اذا هو انزلاقي، هو voiced وهو alveolar. طبعا اكيد lateral لانه جانبي. نعد الان الى هنا تعريف الليترال. اذا جانا ما هو what are the literal sound، ما هي اصوات الليترال. the consonant L produced when the center of the tongue يتم culture with the alveolar ridge forcing air to skip over the sides of the tongue. يقول اصوات الليترال هو الصوت، عندنا طبعا هو الليترال بس واحد L. produced شنو يعني ينطق او ينتج او يتكون. وين؟ عندما the center of the tongue مركز اللسان is complete culture with alveolar ridge، مع الالفيولار ridge يعني يكون باتصال مع الالفيولار ridge forcing air to skip over the sides of the tongue، مما يجبر او مما يجبر الهواء على الخروج او الهروب. يعني هو طبعا هو خروج، بس انا احب استخدم مصطلحة الهروب لان الهواء راح ينجبر وكأنه شارد شرادة من خلال جوانب اللسان. sides of the tongue. هيك نأتي الان الى تعريف الابروكسيمت. طبعا الابروكسيمت هو نفسه literal بس نعرفه اخر. type of articulation where each of the articulators used to produce a certain consonants approach each other but not to make a full culture. احنا بنعرف شنو يعني. يعني الان هل هو تعريف literal نفسه تعريف الابروكسيمت؟ لا، الليترال اللي هم الأصوات الجانبية، الابروكسيمت بينما هو الأصوات الانزلاقية، الأصوات اللي يكون بها انزلاقية واللي هو أيضا انزلاقي. طيب بعد شنو عندنا هنا؟ الآن لازم نعرف أنواع الال. إحنا ماخذينها قبل، يمكن هاي ثالث مرة. الال إلى ثلاث أنواع: دارك ال، ولما يكون بهاي النقطة اللي بالنص، وهذا دارك لما يجيني قبل علة في الله. طيب clear L لما يجيني وراء علة مثلا leak. devoiced L لما يجيني ويا ال P وال K مثلا plan أو clan. خلص أحفظهن. ترى هاي ممكن يجون فراغات صح وخطأ. راسني واحد قبل الفترة قال استاذ اجانا ملاحظة، يقول اذا يقول لك اجانا ملاحظة يقول it can be dark when it preceded consonant. لا it can be for the L sound can be dark when it preceded فراغ. بس يعني يمكن أن يكون فراغ لما يتبع بالعلة، أو لما ممكن يعني جايب هذا السؤال جايب فراغ وطالب يجين إبتش قال ما هو قصر والله ما موجود بالكتاب، وطلعت الهيئة نصا موجودة بالمجلة. واحد شوية يقرأ يركز، موجودات ماكو شيء الأستاذ يجيبه خارجي، كل الموجودات ملزمة، ما أكو شيء ما أنا تاركه، كل شيء حاطه بالملزمة. ثانيا clear air. clear قلنا عليه لما يجيني وراء علة leak. air وراء علة. نأتي الآن إلى devoiced شرحنا. الآن خاف يجيني تعريف devoiced consonant. شنو يعني devoiced consonant؟ it is the sound which is originally voiced but it is forced to be voiceless because of the effect of an outer force. إذن من أقول consonant L هو ال L لما يكون voiceless. طيب شوفت يكون voiceless لما يجيني ويا ال P؟ لا ال P كي لما يجيني ال P كي plan clan K L K ال L أجا قبله K ال L أجا قبله P. إذن أصبح هنا voiceless. شو نسمى هاي الحالة؟ نسميها devoiced. نحفظ التعريف ونحفظ عليه مثال. مثل ما لاحظ هذا المخطط المرتب الجميل elephants of L، أنواع ال L هما الدارك والكلير والديفويس مثل ما يشوفون قدام شرحات مفصلات. تعريف الابروكسيمنت اخذناه، تعريف الكونتينوت ماخذينه اصلا، قلنا عليه الانواع من الصوت الذي يستمر نستطيع باستمرار الهواء بنطقه طالما يوجد هنالك هواء في الرئتين. نقول والى اخره، نقول والى اخره. ناتي الى ري تروفليكس. التروفليكس هو نطق صوت الار حيث ان اللسان يكون فيه مقوس ويرجع الى الوراء قليلا. هذا هو
يسموه ريترافلكس، تعريف بس مجرد، اكثر شيء يجي ملاحظه هنا مهمه. الار الار اتس فاوند انيشيالي، طبعا احنا راح نتكلم عن اماكن وجود الار. الار اولا يجيني بالبدايه، طبعا بهاي الحاله لما يكون اللسان مقوس اكثر شيء، ريد ران. الري ممكن يجيني بالاخير، ممكن يجيني بالاخير، ولكن شرط ان يجي وراه عله. arrive arrive arrive. ملاحظه اخرى مهمه، الار از نوت فاوند انيشيالي. ملاحظه مهمه باللهجه البريطانيه كلنا نعرف انه الار متى اللفظ، يعني ما اقول كار كار ها والى اخره. ملاحظه اخرى مهمه، الار ايضا لا يلفظ عندما ياتي بعد كونسونت، يعني ما اقول هارد اقول هارد. هذا طبعا كله على اللهجه البريطانيه، انا قاعد اتكلم عن اللهجه البريطانيه، اللهجه المعتمده لتدريس اللغه الانجليزيه بكل دول العالم. اكو ملاحظه صغيره بس انا عن فيرس كاس الار ما الفظ. طيب ملاحظه مهمه، اللهجه الامريكيه والاسكتلند والويست انجلند، هاي اللهجات تنطقون الار بالاخير، فيقولون هارد تيتشر. الامريكيه يقولون، البريطانيه يقول تيتشر. اعيد مره اخرى، الاختلاف والفرق بيناتهم انه فقط النقاط الثلاثه والاربعه، ان الار بالاخير ما ننطقه باللهجه البريطانيه ولكن باللهجه الامريكيه ننطقه، يعني حتى بالرسم الصوتي اذا قال لنا اريده باللهجه الامريكيه فلازم نكتب الار، اما باللهجه البريطانيه احنا ما نكتب، وهو شائع جدا يعني احنا ما نكتب الار ورا الكونسونت ما نلفظه، عفوا قبل الكونسونت. فمثلا من اقول هسه كلمه هارد هارد، هاي لهجه بريطانيه، اذا لهجه امريكيه اقول هارد ار، الار شوي يكون مقوس. يعني لا اعتقد صار الوضوح والتعريف واضح. اذا جاء منا فرق ما بين اللهجه الرائيه واللهجه الغير ليست رائيه، اللهجه الرائيه هم اللهجه اللي يلفظون الار بالاخير وبعد الكونسونت، اللهجه الغير رائيه هي اللغات التي لا تلفظ الار في الاخير مثل اللهجه البريطانيه، وهذا ايضا من اللهجه عليها اللهجه البريطانيه، وهنا عندك اللهجه الامريكيه مقارنه خاف يجيبني اياها. وهذا تعريف الرياتك والنون رياتك اكسنتس. اذا الرياتك هي اللهجه الذي ينطقون الار مثل الامريكيه وجماعتها، النون رياتك هم ما ينطقون الار، مثلا البريطانيه ما يقولون تيتشر يقولون تيتشا، هاللهجه البريطانيه يقولون تيتشا تيتشا، بينما بالرياتك يقولون تيتشر والى اخره. الان ننتقل الى موضوع مهم وهو صوت الي. الي is voiced palatal approximant، هذا المميزات بدون ما اقول لك عليهم تحفظها. الي voiced palatal approximant، بينما صوت الدبليو اللي هو الو voiced bilabial approximant. طبعا الدبليو هو يلفظ يو لان اسمه دبليو اللي هو يو يو بس شوي مشدد ووتا وو مشدد اصلا. طيب هنا عندنا اسئله مهمه، يقول لك اصوات الياء والدبليو بالعلم الفوناتكس نعتبرهم فاول، بينما اصوات الياء والدبليو بعلم الفوناتكس فاول، بينما بعلم الفونولوجي بعلم الفونولوجي نلفظهم نعتبرهم كونسونانت. يعني اصوات هذول الصوتين اللي هم الياء والدبليو، ركز عمي هذا مو صوت الجي هذا صوت الياء، يقول هذول الصوتين هذول الصوتين مرات نعتبرهم عله ومرات نعتبرهم كونسوننت. طيب بعلم الفوناتكس فاول، فوناتكس فاول، ليش؟ بيكوز هذا الجواب، بيكوز during their production there is not obstruction to the air flow out to the air to the airflow at the point of the beginning. احنا ليش نعتبرهم فاول؟ لان من ننطقهم عملية النطق مثل اصوات العلة، من اقول و يا يا مثل اصوات العلة يتشابه اصوات العلة، لذلك احنا نعتبرهم بعلم الفوناتكس اللي هو علم الذي يدرس النطق، يعني من حيث انه هم عملية نطقهم هم علة. ليش؟ لان نفس اصوات العلة. اي بينما عملية كتابتهم وتعاملهم مع الكلمات الأخرى اللي هو بعلم الفونولوجي لا راح يعتبرون consonant. ليش؟ لأن يجيني وراهم علة عادي because occur before the vowels، لأن ممكن يجي قبل العلة. فهذا هو السبب اللي يخليني مرات consonant ومرات يكون vowel. أعيد مرة أخرى ونتكلم عن طريقة نطقهم.
الآن أولا ممكن، عفوا ممكن طريقة الامتحان شلون تجيني، ممكن يقول لك صوت الـ W phonetically is فراغ، هذا يجيني فراغ، إذا لازم أعرف أن هم ذولا بعلم الفوناتكس يكونون فاول، وهم نفسهم يكونون بعلم الفونولوجي كونسونانت. طيب ليش يكونون بعلم الفوناتكس فاول؟ لأن ينطقهم بنفس نطق عملية أصوات العلة بدون إعاقة لمجرى الهواء، الهواء يخرج من الرئتين يضر. و وو يا يا نفس الشيء، نفس أصوات العلة بالكونسوننت، لأن يجيني وراهم كونسوننت، يجيني وراهم فاول. مو أنا لازم أعرف شغلة مهمة، ما هي الأصوات اللي يجيني وراها علة؟ فقط الكونسوننت. إذا هذه أخذت خاصية من خواص الكونسوننت، لذلك راح أعتبرهم كونسوننت، لذلك راح أعتبرهم كونسوننت. حتى إذا لاحظ هنا يقول هنا احنا مو نعرف الان نستخدمها دائما، دائما الان نستخدمها مع اصوات العله والأ مع اصوات الكونسونت، هاي نعرفها. اذا الأ اوي كاتب اوي، اذا هذا دليل على ان صوت الدبليو هو كونسونت بعمليه الكتابه وبعمليه النظام الصوتي. حتى هنا قال لك ان اوي غلط، ما يصير احط عليه اكس غلط، قال لك شوف ما يصير نقول ان اوي، اذا هاي الخاصيه خاصيه ايش؟ خاصيه الكونسوننت، اذا دبليو والياء نعتبره كونسوننت، وبعض وعلم الفونولوجي، اما بعلم الفوناتكس فراح نعتبره با. طيب هنا ما عندنا اشياء عامه، هاي الاسئله كلها نفس الشيء، ما عندنا بدنفت شيء، عندنا تدريب مهم جدا لازم نحله. يقول less than four words، أقل من أربع كلمات، أعطيني وصف هذه الأصوات، هاي الأصوات سبعة، هذا تدريب أنت تدرب علي أنت حله، صوت الـ كلهن ماخذين، صوت الإنك شنو، صوت الم، كلهن شرحناهن قبل شوية، أعطينا عليهم صفاتهم، ياب هذا voice، voiceless كذا، هذا كذا، هاي والآخر، هذا تدريب، تقرأ المادة تجي تحل، مو تجي تحلن وتعوفن. السؤال الثاني transcribe، سوي رسم صوتي، قبل لا تسوي رسم صوتي راح أعطيكم نصيحة. الان هذا الان لما نجينا عله قبله، القبله راح يصير شوا او ما او نكتب سلابك ان، يعني مثلا person، اذا قلنا person نحط قبل الان شوا، هاي وحده من النطق وصحيح، او يكون الان سلابك، اذا كان الان سلابك، سلابك ان راح نخلي ان جواها نقطه خط جوا الان، وهذا الاو راح نحذف صوت العله تماما، راح اعيدها مره اخرى، ملاحظة تفيدكم بعملية الرسم الصوتي. إذا سويت رسم صوتي للأن عندك طريقتين، عندك طريقتين، إذا كتبت سلابك أن خليت الأن سلابك، إيش راح تسوي؟ راح تحذف الأو، الأن ماكو علة بعد، ماكو علة بعد، حذف العلة خلاص، يعني مثلا even الفي قبل حط وراها أن، وحط شخطة جوا الأن أنه هذا سلابك، هاي وعد. الطريقة الثانية إيش أسوي؟ ماكو سلابك مثلا، ما عندي سلابك، شو سواني؟ اكتب person وحط قبل الان حط شوا، كل ذني قبل الان وين ما اكو شوا، وين ما اكو قبل الان صوت حط له شوا، حتى لو هو او ايوه الى اخره، والى اخره. السؤال الاول عندنا تعاريف ذني حتى تراجعهن ورا ما تقرا الماده، تجي مورفولوجي شنو تعريف كذا 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 كذا، انا بيني وبين نفسي امتحن نفسي. السؤال الآخر true false، وأنا أيضا حال لكم إياه هذه. السؤال الثالث justify، يعني أعطيني علة، صوت الـ W phonetics يعتبر vowel، ليش يعتبر vowel؟ شنو السبب؟ ليش صوت الـ W يعتبر vowel؟ قلنا لأنه ينطق بنفس عملية نطق أصوات العلة، تكتب جواب موجود نص. The sound L in the word meal is dark، ليش صوت الـ L هنا يعتبر dark؟ لأنه جاء قبله علة، هذا أيضا أعطيناه إياه. النيزلز يعتبرن كونتينوانت، ليش يعتبرن كونتينوانت؟ ليش قلنا؟ لأنه يكون هناك استمرارية بنطقهم، هذا تكتب التعريف نفسه، تعريف أصوات النيزلز أو تعريف الكونتينوانت عادي، كونتينوانت اللي هو لأن أصوات النيزل نستطيع أن نستمر بنطقهم طالما هنالك هواء في الرئتين، وهذه هي خاصية الكونتينوانت. صوت الياء يعتبر كونسونانت، ليش قلنا يعتبر كونسونت؟ قبل شوي شرحت. سؤال الرابع give example، هنا يريد مثال، يقول لك اريد صوت هو voiced وبايليبيال وابروكسيميت، ما هو الصوت اللي انزلاقي وشفوي وvoiced؟ يلا تكتب. ما هو الصوت، طبعا هو دبليو معروف، ما هو الصوت اللي
فويز والفيلر ونيزل هذا قدامكم كلهم تحلونه تمتحنون قد لان كلهم راح يجنكم بالامتحانات كلهم راح يجنكم بالامتحانات. السؤال الخامس تعاريف فوق تنزلهم جوا مو بس تعاريف مصطلحات ايضا. سؤال السادس what are the feature of consonant r ما هي خاصة صوت ال r show the differences between rate يعني تكتب تعريف خواص ال r شنو انه يعني ال r شنو voice والليبيدر والى اخره وتنطل تعريف الرياتك ونون رياتك هذا هو المثال هذا هو السؤال كله تشوفه هذا متباوع عليه يقول شو صعب بس هو سهل بالحقيقة سهل. يقول the sound c and w phonologically بعلم الفونولوجيك يعتبرون consonant and phonetically like vowels discuss in detail and support your answer with examples. سيدي باوع على هذا السؤال طبعا هذا السؤال جاي بحد الجامعات يعني نصا أخذته حطيته هنا لكم. هذا السؤال يريدك تذكر ال r هذول الصوتين اللي شرحناهم قبل شوية ايش وقت يكونون consonant وايش وقت يكونون vowel ونعطي عليهم مثال يابا قلنا يصيرون vowel لما كذا وكذا او يصيرون consonant لما كذا وكذا وكذا. جاوب هذا الحاجة كليته احنا عبارة عن ما بين خمسة اسطر تكتبهم كل تنطع على كل وحدة مثال وهذا هو الفصل الخامس كله ما بي اي صعوبة تقعد تقرأ وتحفظه 100% امور.